متابعي الأعزاء، مرحبا بكم. لقد بحثت خصيصا من أجلكم عن الميزات التي تميز الممثل الناجح باريش باكتاش والممثل الناجح لسلسلة زهور الدم، وهي ظاهرة الإنتاج اليومي لشاشات قناة 7. في الواقع يتمتع باريش باكتاش بصوت مهم للغاية، معروف أيضا بهوايته الغنائية، ولديه أغاني مثل باكتاش أولوم وتوتامام وهابسوليدوم. ثانيا، يعرف باكتاش أيضا بهوايته كملحن وكلمات أغانيه وموسيقاه هو تخصصه، كما أنه يؤلف لفنانين آخرين مشهورين. ميزة أخرى تميز باكتاش عن الآخرين هي هوايته في المحاسبة. باكتاش الذي درس في قسم المحاسبة والمراجعة جامعة إسطنبول التجارية عمل في هذه المهنة لمدة 2 تقريبا. يمتلك الممثل الحساس اتجاها إلى الحيوانات ولديه مهارات محترفة في ركوب الخيل. قام باريش باكتاش مؤخرا بعمل عرض الأزياء بفضل لياقته البدنية وجاذبيته. باكتاش هو ناجح في كل موضوع، أخذ مكانه بين الممثلين الذكور الذين لا غنى عنه. إذا أي جوانب من جوانب باريش باكتاش تحبون أكثر؟ لا تنسوا مشاركة أفكاركم القيمة معي في قسم التعليقات بالفيديو.